ده انا شايفك على السرير مع جوز. ابقوا الجوز موجود دخلت على سرير بنته. امي واخوها بتحبك زي عيالي، ما تقولش يا اللي هي حماته. اهلا بيكم، اهلا بكل مشترك قناة ساعة مع حنفي. قناة ساعة مع حنفي قناة مخصصة لعالم الجريمة، لكن بنقدم النصيحة التوعية، بنقول للناس خلوا بالكم الجريمة لا تفيد، ولازم نتعلم من اخطاء غيرنا. بدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الاشعار. ايه الجريمة البشعة اللي حصلت في سوهاج؟ صحيح بنلاقي بعض الاباء للأسف بيتجردوا من الانسانية كلها، ويقوم الاب باغتصاب بنته، شفناها. وشفنا بعض الابناء في مرحلة المراهقة، الاخ بيغتصب اخته، جبناها. وشفنا زنا المحارم كتير، الاخ مع مرات اخوه، شفناها وصورناه. شفنا حاجات كتيرة، شفنا حاجات غريبة. المجتمع زي ما فيه الحلو فيه الوحش، شيء طبيعي، اي مجتمع خلق ربنا كده، مش ملايكة. احنا فينا الصالح وفينا الطالح، فينا اللي بيعمل الخير وفينا اللي بيعمل الشر، فينا كل حاجة. فبالتالي مش غلط ان احنا يكون عندنا مشاكل وعندنا بلاوي زي دي ونحط راسنا في الرمال، بالعكس ده احنا نطلعها وننفطها ونبينها للناس عشان نتعلم ونعرف نعالج المرض اللي جالنا ده. لان لو سبت المرض في جسمك ينهش فيه من غير ما تديله انتيبيوتيك او مضاد حيوي، جسمك كله هيصاب بالمرض. وزي ما شفنا السرطان، والعياذ بالله، وربنا يعافينا ويعافي الناس كلها، لما بيتملك من الجسم ايه اللي بيحصل؟ احيانا الطبيب بيفضل قطع الثدي للمرأة، او بتر الدراع للرجل، او استئصال ورم من المخ، وبيسبب للأسف مشاكل بعد كده لصاحب المشكلة دي. لكن بنقول لما نستأصل عضو عشان بقية الأعضاء، لو احنا عملنا بقى عكس والناس يقولك نح يا عيب نبرز المشاكل دي وعيب نقول عليها، المرض هيستشري في المجتمع وينتشر. بالعكس نطلعه ننفضه قدامنا نبينه للناس، ولازم نلقى له علاج عشان نواجه اي مشكلة. ما ينفعش نحط راسنا في الرمال، لازم نواجهها وبكل قوة وما نكسفش منها. مش عيب، احنا مش ملايكة، احنا عايشين على الارض، احنا كلنا عورات. ايه اللي حصل في البليانة؟ البليانة على فكرة مركز كبير من محافظة سوهاج، سوهاج دي جنوب مصر على فكرة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان في زوجة اسمها امل، عندها 27 سنة، متجوزة ناصر عنده 35 سنة، فرق السن حلو معه 8 سنين، وعايشين ومية مية. وهي من النوع اللي بره بوالدتها جدا، والدتها ست كبيره، فقالت لجوزها بقول لك يا ناصر احنا بندفع ايجار ليه ومتعبين نفسنا ليه؟ ما امي قاعده لوحديه، اخواتي كلهم اتجوزوا وابويا ميت، وامي قاعده لوحديه، وانا كل شويه اشجر عليها واقعد معاها وادي لها الاكل واجيب لها الاكل واحميها وانضفها واكنس لها البيت. طب واحنا لينا في ده كله فين؟ قال لها انا عايزها. قالت له احنا الشقه اللي احنا ماجرناها دي احنا اولى بالايجار، وانا وانت نروح نقول عيال نقعد مع امه. قال لها والله بس قولي لامك الاول عشان امك تزعل. قالت له لا، امك بتحب امك، امي واخوها بتحبك زي عيالها، ما تقولش يا ام. قال لها برضه قولي لامك علشان ما تجيش بعد كده امك تدينا وش الخشب ولا تزعل ولا تقول اللي جابكم استاذنيه. البنت فعلا قعدت مع امها، يا ام يا رايك نيجي انا وناصر نقعد معاكي والعيال اهم نونسك، بدل ما انا رايحه جايه وانت كل شويه بتخلي الجيران يرنوا علينا، امك تعبانه، امك عايزه تجيب لحمه، امك عايزه حد يطبخ لها، انا هاجي اقعد معاك. جات لها بركه بركه يا بنت، بس جوزك مش هيتضايق. جات لها جوزي مش هيتضايق، ده جوزي قال احنا اولى بال1200 جنيه اللي بندفعهم في ايجار الشقه نصرفهم في البيت. جات لها مرحبا بكم. فعلا جات هي وجوزها والعيال قاعدين مع الام. هي عندها 27 سنة، أمها عندها 54 سنة، يعني الأم كبير قد يعني تخيلوا 54 سنة. تلف الأيام والزوج كل ما يتخانق مع زوجته اللي يقف له مين؟ حماته، بس تقف معاه هو ضد مراته. أيوه يا أخويا أنت اللي صح، مراتك هي اللي غلطان. تقول لها يا أمي أنت بتقف مع ده جوز، اقف معايا أنا. تقول لها لا أنا أقف مع الحاج. بتبقى في مواضيع الزوج واضح جدا هو اللي غلطان، والحما بتيجي معاه ما بتجيش مع بنتها. البنت تقول لها يا امي ده هو اللي بيتكلم وهو اللي بيروح وليه علاقاته، بيتكلم في المحمول وبيسهر الليل كله على الفيديو، بيبص على البنات في تقول لها يا راجل ما يعيبوش حاجه، ايه المشكله؟ انت بس خلي بالك من نفسك، انت تزيني له وتعطريه والبسيل. تقول لها يا امي جوزي مسلك وحش، يا امي انت كده بتجوهها عليا، يا امي انت بتخليه يتمرع عليا، يا امي كل ما بتكلم يقول روح قول لامك. قالت لها جوزك مش غلطان، الست ما دام طلباتها في الكامله
وحاجاتها كامله، وجوزها بيجي اخر الليل ينام في حضنها ملهاش انها تسال جوزها بقى بيروح فين ويجي منين وعلاقاته ومش علاقاته ايه. ده راجل ما حدش يقدر يعيبه في حاجه. كل شويه طبعا ناصر عايز حاجه يروح يكلم حماته، على فكره يا حماتي كذا كذا، الكلمه الحلوه جت مع حماته، السريه الحلوه مع حماته، السهره الحلوه مع حماته، الاكله الحلوه والفاكهه الحلوه وشويه اللب والسوداني مع حماته، وهي تقول لي يا اخويا ربنا يسعد بسعيد بسعيد، خلاص نسيتني يا ناصر، بقت امي يا كل في الكل، يا ريتنا ما كنا جايين، يا ريتنا كنا قعدنا في شقتنا، ويضحك ويسكت. لغيت ما في يوم قالت له اصحى يا ناصر روح هات لنا، عايزين النهارده نعمل فراخ وهات لنا بسله وهات لنا جزر. قال لها بقول لك ايه، خد الفلوس اهي وروحي جيبي انت. جات له السوق بعيد، قال لها اركبي توك توك. جات له المشوار كده ياخد له ساعه، قال لها معقول. جات له ايه، قال لها معقول يعني انت عقبال ما تيجي. هو بيقول معقول على حاجه وهي في دماغها حاجه تاني، هي بتقول ان ساعه هتاخر عليه في البيت وهو بيقول معقول عشان مرتب حاجه في دماغه. بالفعل خرجت هي وراحت تجيب البسله والجزر واللحمه، تريته هو متفق مع امها اللي هي حماته زينه محارب ان يناموا مع بعضيهم. بالفعل نادم على حماته، يلا يا حماتي. قالت له ايه، مشيت امل؟ قال لها مشيت. قالت له طب يلا. دخلت على سرير بنتها، نامت مع جوز بنتها زينه محارم صرف. تخيلوا الحما ام الزوجه تنام مع زوج بنتها. حظ العسر ان الست وهي رايحه تجيب امل، رايحه تجيب البسله والجزر، لقت وهي راجعه جلجاس والخضره والطماطم. قالت طب والله قال لي خليني اخبط المشوار ده كله اجيب بسله وجزر، طب ما هو الجلجاس موجود والخضره موجوده والطماطم واللحمه جنب البيت، قال لي خليني. راحت بالفعل جابت الخضار ودخلت، لقت جوزها نايم متجرد من ملابسه هو وامها ونايمين. من غير ما تعمل حاجه توجهت الى مركز شرطه البليانه، عملت محضر بيتهم جوزها وامها بالزنا. طبعا قضية زي دي اولا ما اتعمل المحضر، بس قضية زي دي محكم عليها بالفشل. اولا هي كانت لوحديها وما ندمتش الجيران وعملته في وضع تلبس، وفي نفس الوقت الزوج بس هو اللي يدعي على الزوج، اول مرة اشوف زوجة تروح تشتكي جوزها انه بينام مع امها. قضية غريبة ما تمش الالتفاف ليها بشكل جدي، لكن اتعمل المحضر. طبعا روحت البيت بعد ما استدعوا جوزها وامها، طبعا جوزها رجع البيت نزل فيها عطاها علقه محترمه، وامها طبعا فضحتينا جرستينا انت وانت وانت، يا امال انت عملتي دي غلط، يا امال انت عملتي دي غلط. قالت لها الغلط هو الغلط يا قليله الادب، انت شفتي ايه، انت بتتخيل، انت عيانه، انت مريضه، ما حصلش حاجه، ما حصلش حاجه، ده انا شايفاكي على السرير مع جوزي. يا بنتي ده انا من سن امه، امه مين اللي كنت خالع عليه في يا بنتي، ما كنتش خالع ولا حاجه، انت كنت. المهم استمرت الخناقات على طول وهي زعلت، بس هتروح فين؟ ده بيت ابوها اللي هي قاعده فيه، بيت امها. فضلت قاعده في البيت، جوزها كل شويه يتلزق عليها ويضربها، فضحتينا يا فجره، بهدلتيني، بقت سيرتنا على كل لسان. المهم الزوجه كل شويه عينها على جوزها وعينها على امها، عينها على جوزها وعينها على امها، بقت بتغير على جوزها من امها، وخاصه ان هي ظبطتهم في وضع مخل في اوضه النوم. الزوج في الوقت ده دماغه مع حماته، وعاجباه قوي حماته، ومش عاجباه مراته الصغيره في السن، هو بيحب النوع الكندوس العجوز اللي هو اللي كله دسام. فالمهم عايزين يخرجوها بره، فهي لاحظت ان امها بتقول لها ايه، روحي زوري اختك، اختك بيقولوا عليها تعبانه من امبارح، وهو يقول لها وخدي هات لها اي فاكهه وانت رايحه. عرفت ان في حاجه، فخليتهم على قد عقلهم. قالت لها خلاص هات يا اخويا، راح اجيب لهم، هجيب لهم موز مش هجيب لهم يوسفندي. قال لها هات اللي تجيبيه. قالت له الكيلو 7 جنيه ولا 8 جنيه؟ قال لها معاكي 50 جنيه، هات اللي تجيبيه. فعلا راحت جابت موز وعملت نفسها انها رايحه عند اختها، وراحت لفت ورجعت الشقه تاني، لقت امها مع جوزها في اوضه النوم، مسكت السكينه وخبطت جوزها، هو خبطه، هي خبطه واحده، ما خبطتش جوزها غير هي دي، خبطه في القلب، نزل ميت في ساعتها. مش هقول لكم بقى خبطت 12 خبطه ولا 13 خبطه ولا 20 خبطه في الرقبه وفي الظهر وفي الصدر، لا، هي خبطه واحده في القلب. حتى في تقرير الطب الشرعي قال لك ايه، ضربه في منتصف القلب. سبحان الله لما تكون جسران. والام جيت طلعت بره في الشارع، تم القبض على الزوجه بتهمه القتل. طبعا هنا ما ينفعش نقول ان هي كانت بتدافع عن شرفها وعرضها، الراجل بس هو ليه حق ان هو بيدافع عن شرفه وعرضه، لان الست ملهاش عرض وشرف. يعني واحد ناس كلمه كتير قوي تقول لك يعني ايه الست ملهاش عرض وشرف؟ الراجل لما بيدخل يلا
مراته في حضن عشيقها لما بيقتلهم اسمه دفاع عن الشرف والعرض. لكن الزوج لما تدخل على زوجها وهو ممكن في فيلم شهير جدا بتاع نجلاء فتحي ومحمود عبد العزيز وهياتم، فيلم يعني كان عمل سكسي كبير او عمل رد فعل في الشارع كبير قوي لما تم ازاحته. فعلا فعلا ما ينفعش ما يتحسبش للزوجه ان هي كانت بتدافع عن شرفها وعرضها. دي من القضايا اللي احنا بنقول يا جماعه كل زوجه، طبعا دي قضايا شاذه عن المجتمع، ما فيش واحد بيبص لحماته، ما فيش حما بتبص لجوز بنتها، لكن قضايا موجوده. وفين؟ في الصعيد، في البليانه، في صعاد. كل زوجه تخلي بالها من جوزها، وكل زوجه تخلي بالها برضو من امها. مش عيب على فكره، مش عيب، لكن احنا ما نخليش البنزين يقرب جنب النار ونقولها تحصل حريقه. ما الحريقه لازم ان احنا من الاول نبعدهم عن بعض. صحيح الست كبيره في السن، لكن في رجال عينها فارغه وفي ستات شهوتها عاليه، فلازم نخلي بالنا جدا. دي النصيحه اللي بنقدمها، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.